لعيب داش كي فور يا اسطى. في ستريمر اعرفه اسمه داش، انا حاسس اللي هو ده. ننزل فين؟ هعمل عملت لك ماركة اهو. هنا عاملين ايه؟ معاكم امسلو فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، النهارده تحدي ال 35 كل على حساب الجامد اللي معايا ده، والتحدي عباره عن الفوز ب 35 كل يا جدعان، دو سكواد او سولو سكواد بقى اللي هو انا ما اعرفش ازاي يعني. والنهارده يا جدعان قابلت اتنين ستريمرز، النهارده هنكسر الدنيا يا جدعان. فمش عايز احرق عليكم الفيديو بقى، كمل الفيديو للاخر عشان حرفيا الفيديو عظيم. بفكرك يا زميلي اللي احنا في وقت تصوير الفيديو ده 158000 مشترك، عايزك يا اخويا تنزل حالا تشترك وتفعل الجرس عشان بيك هنوصل 200000. فوقف عليه، خلي بالك لو ما اشتركتش اعرف ان الشيطان قد منعك. وما تنساش بقى يا زميلي تروق عليا باللايك بتاعك وبس كده، ويلا بينا. موس ايه ده الدنيا على الطياره؟ بص مين ريبورن جيمنج ده، تسمع عنه؟ بص انا عايزك اول ما نبدا ننزل تعمل انفولو وتنزل على الحته اللي على الشمال دي، اليمين قصدي. وانت بقى ركز بقى عشان ايه 35 كده. ايوه لهوي، ادخل الباب بقى، امسك الميني، تعالى واحد، تعالى تاخد خد. ماشي مكانك يابا. ها مكانك يابا، تعال امسك قدامي، تعال امسك جنبي، في واحد قدام مني. بص ايه ده بقى؟ ايوه هو يبص لي انت عايش عليه بقى. معاه اسمه ده يا رب، ايه ده؟ معاه ايه؟ معاه يو ام بي. كان في واحد بيحلو هنا صح؟ يعني يا بوت ده وقت تاخد مني كفر فيه. ايوه عليك بوت. بقول لك يا اسطى بص البوت ده، عندي يا اسطى ورانا بيجري مني ليه كده يا اسطى؟ هو كان عايز يعمل تحالف ولا هو بيتهيألي؟ يا جدعان هو اللي عنده كان عايز يعمل معايا تحالف ولا هو؟ انا هيعمل معاك تحالف ليه اصلا؟ انت مش فاتح اكونت. صح تصدق؟ بص اصلا انا ناقص لي هيلمت بس. ايه ده؟ تعالوا تعالوا نحزمهم ونقفل الجسر. يلا سامع المكس الجابس ده؟ يا لهوي يا اسطى امسك ورايا ثواني، امسك ورايا بس. نيد لاست عكس يا اسطى، في وقت في الاوضه. ثواني طلع فوق منتهى السهولة يا اسطى، فاهم؟ الموضوع مش محتاج بقى يعني تشغيل دماغ ولا الكلام ده. ايه في ناس تاني في المطار كده يا زميلي ولا لا؟ حلو الباجي اللي عندك دي تمام، ناخدها ونتوكل على الله بقى. 5 minutes later. يا اسطى او ماي جاد، ايه ده؟ ايه تعال بقول لك ايه، تعال بقول لك جنبنا ايه. يا ورا بتاع دي بالظبط، ورا دي بالظبط قدامنا عدو يا اسطى. ما هو بقول لك يلا عم يحرق يغرق. يا اسطى مسك فاشن يا اسطى، العيال دي تتعذب يا اسطى. ولا الاكونت اللي معاك مسك فاشن؟ لا ناقص له بتاع كام حاجه كده مسك فاشن، 7 ولا 5 ولا 6 كده يعني. معانا كام جثه بقى عايزه تموت بقى؟ واحد. احنا ممكن نطلع يا اسطى. ايه يا اسطى الضحك ده؟ واحد واحد تمام. ثواني يا اسطى ازرفه شوت جن، ثواني ازرفه شوت جن يا اسطى عشان اقهره. والله في الزق يا اسطى، ده كيوت يا اسطى. ثواني 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 يلا خد ده. بقول لك انت معصبنا، لا تعالى كده يا اسطى قدام مني، تعالى يا عم زيزو بالشفا يا معلم. انا نازل لي على سلاح يا اسطى وعمال يتنطط لي وبتاع، فاهم؟ بص اصل احنا هنغير العربيه، عايزك تخش دخلات حمار متهور. حلو، وانا اللي بقول لك اهو. ماشي هات عربيه بقى وتعالى. تقول تاني سواق بهايم دي تاني؟ قسما بالله بص خلاص بقى انت مش سواق بهايم بقى، انا اللي بقول لك اهو.
لقيت عربية يابا. تعال طالع. فين هم؟ هم تحت في التل. يا اسطى مفيش غير البوت اللي عندي يا اسطى. صباح الضحك يا اسطى. هم دخلوا الاوضه دي متهيالي يا اسطى وطلعوا فوق. طب يلا بينا احنا. خش بقى يا اسطى على سكول كده فاهم. دخلت حمار متهور. ايوه رندر رندر. الله انا طول عمري بحب الرندر. في عيل بينط هنا. شايف اللي بينط ده؟ تعالوا تعالوا نهزمهم ونقفل الجسر. تعالى يا عم البار. اقعد يا ابني. ايه كيمين يا ابني؟ ايه كيمين يا ابني؟ وسع يا ابني وسع للتنين. ام الدي بي اس ام الدي بي اس وخد. والله حرام يا اسطى. والله حرام يا اسطى. الدور كان جامد يا اسطى. لا ما فاهمك يا عم رش. انت بتموت في اوقات غريبه. حلو يا جدعان. دلوقتي انا معايا الدي بي اس التمام ده. اروح ابش بيه لوحدي وانا سلطان يا زميلي. واحده حامله. بص البوتات بتجيلي ازاي. والله انا اقسم بالله لسه الجيم فيه 50 واحد ماشي. اوف يا عيله. ثواني يا اسطى. ده مضم ايه ده؟ يلا دي بي دي بي اس كده حلوه كده. يا عليك يا عمر. عيني يا عمر. عمر يا اسطى مفيش مفيش خالص. بس سكول دي على طول فيها رندر يا اسطى. اهو فوق اهو. سيب صاحبك كويس يا اسطى. احسن. لا انت صاحبك بكام؟ طب يا جدعان دلوقتي في سكواد هيبش عليا؟ يا اسطى راح فين يا اسطى؟ الله على الكلات يا جدعان. الله والله العظيم فيها بقى. والله ان شاء الله هو الدور ده ان شاء الله. بجد يا جدعان نفسي اكسب التحدي ده اقسم بالله. الاكونت يا جدعان في حاجات ما تتعوضش. دلوقتي يا جدعان كان في واحد هنا اللي انا جبته هو وصاحبه ده. مش عارف والله راح فين يا جدعان ده. اوه ده انا معايا 10000 عمله اقدر اشتري قوم. ثواني ثواني ثواني. بص يا اسطى القوم دي بقى. بس يابا كده. ايوه تعالي بقى. بالظبط قوم الجودزيلا بقى يا اسطى. 2000 years later. يا جدعان اقسم بالله نص ساعة ما الف على العيال كلها وما الاقيهم. بصوا كان فاضل كام كلاية؟ كان فاضل 30 واحد. لفيت اقسم بالله الجزيرة كلها وما الاقي حد. هما تقريبا في الصحون الطايرة اللي فوق دي. ايه ده يا اسطى؟ اللعبة مداني خطر يا اسطى. حلو قوي. عيل على الاوبن ايه؟ اه يا دماغي. فيكتور عايز طاق. امسك يا فيكتور البس الفستان ده. بص فيكتور اللي قدامي عامل ازاي يا اسطى. محدش هيطلع من ده يا خضر. اه لعيب داش كي فور يا اسطى. في ستريمر اعرفه اسمه داش. انا حاسس ان هو ده. ننزل فين؟ هعمل عملت لك مارك اهو هنا. ان الروبوت ده جنبه بتاع الطيارنا فوق. انا ما اعرفش والله. في ستريمر يلا اسمه داش كنت بتابعه زمان. حاسس ان هو ده والله. كلهم قدام مني. على ايد يا بنت على ايد. اعدام. عيني عيني. ثانيه واحده. فين ده زعيم؟ ده بوت يا اسطى. يلا بينا في الهانجر. ها اهو قدامي بالظبط. هو الصندوق. يا مريض يا مريض كنت تضرب على صاحبي. مريض. يا صاحبي يا مريض كان زمانك جبته. انما لا هفنش فاهم. يلا ابلع. اللعبه غريب قوي يا جدعان. بيضرب عليا عايز يفنشني. طب يا اسطى وصاحبي اللي بيبص عليك ده يعني انت مش شايفه مثلا؟ ماشي تعالى معايا كده. انا معيش ولا فيست ولا هيلمت. في واحد بينط قدامك.
ثواني يا اسطى، جوال بتاعها. فنشوا الكمبوره، الولد مكمبر قوي يا اسطى، مكمبر يعني، وماسك لي شوت جن. ولا جاب لي بتومي ده؟ تومي طبعا، ما معيش فيست ولا هيلمت. تومي ماشي حاجة. ما هو واحد اهو، واحد اهو. ثواني يا اسطى كده، ثواني هملى دمي. دمك هيتملى اصلا. ثواني. ده خضر. انت شايفه صح؟ لا بيعدي يا اسطى، ها؟ بيطلع فوق البتاع. يا اسطى يا اسطى اللي انت بتعمله ده يا اسطى، يعني في حد عاقل بيعمل اللي انت عملته ده؟ ولا الصندوق ولا ما تجيش يا ام، ولا الصندوق ولا بتاع الولا، الصندوق بتاع الولا يا حرامي. في حاجه اهو فوق يا نهار ابيض يا اسطى، فوق البتاع يا اسطى، فوق ال يا اسطى، فوق البرج يا اسطى. بلعت طلقه هيد، عذبه يا اسطى. تعالى معايا، تعالى معايا يا رب يتناوك عشان نفنش طاسه. او نزل تحت. لا يا اسطى مش هو ده، هنا هنا بالظبط. عايزك بص كده، بص انا مش هخليك يطلع خالص. 50 طلقه تومسون. طايح بقى، انا مش عايز اضربك يعني. تعالى بس. طب ايه معكش طاسه؟ ماشي. ابلع ابلع يا كمبوره. خلي بالك السكول بقى هتلاقيها بقى فيها مغزى. اه بقول كده، هيبصوا عليها، هيبصوا هناك على طول. بس انا بقى كان في ام 20 هنا، عايز اخدها ويلا بينا. المسج بتاعت الام 20 دي جامده قوي يا اسطى والله يا اسطى، يعني نفسي اكسب الاكونت ده اقسم بالله. تعالى بقى يا اسطى عشان الكلات. في رندر ماشي فوق الجبل. دمي ناقص ازاي؟ سرعت كلايه. ما تخافش انا اخدها من تحت، في بتاع هنا بتطلعنا فوق السطح على طول. متاكد؟ ايوه هنا. الولا اول ما لوك البوت امتلى فنشته هيد يا اسطى. واه واد قدامك على طول. ها في الدول ايد، سيبك من ده، في واحد في الدول ايد، في واحد في الشارع قدام مني. ايوه سيبك حلو. لا كده كيل على طول. اه الاثنين كيل، واحد عندي هنا بقى، واحد تحت. طب بيتهيألي بوت يا اسطى. اه هو اسطى. حلو عاش نايس. يا يا اسطى الواد ده، يا اسطى الواد ده بيلوت بس مع لوت الدنيا ولا ايه؟ بيلوت يا لهوي. لا سكوب 8. طب معاه اه هاتوا. الله عليك يا ابني، والله ربنا يخليك لمصر. هو الصورة واحد ايوه، نسيت اقلل سكوب 3 يا اسطى. حلو نايس. واحد هنا اهو، تعالى هات اهو. فين ده؟ دماغهم الواد هنا اهو، هنا. ثواني يا اسطى، يا اسطى انا عيان. ثواني يا عم. هنا بالظبط، هنا بالظبط. ديب واحد جاب من ورا بقى، اخش عليه هاته بقى. راح لصح تقريبا يا اسطى، هو بيجي هناك اهو. عايز اعمل لقطة يا اسطى، عايز اعمل لقطة. ماشي خلي بالك يا حرامي، يا حرامي يا ابني كان هيجيبك. مين اللي يجيبني يا عم؟ انا بعمل لقطة يا عم، يا حرامي. رب كان هيجيبك يا اسطى. دخلتهم دخلة تفجع يا اسطى، انا قلت سكواد تقيل داخل علينا وبتاع. 5 minutes later. دورنا على داسيا بقى عشان التسلا اللي معانا دي. ايوه بص يا زميلي، عارف عند بيت الفوش ده براحة. ايه ده بالعقل. لسه جاي اقول لك خش لي عليه يا ابني، في الشباك اهو. اه شفته. ايه ده؟ هو جابني. عم اتفضل ماكو بميني. الدعف اللي انا اديته بادي يا اسطى وهو كفر. خلي بالك عشان بيضا الميني ده لقطه بتاعه خالص. ثواني ايه ده؟ جاي وسيبك، سيبك مني بقى يا اسطى. الولع عبيط يا اسطى، يا لهوي. بص العبيط يطلع منه ايه؟
يا اسطى الولد ده اداني نيد. انا اسف يا جدعان على الصياح، اسف ان انا بصيح، بس اقسم بالله النيد دي وقعت قلبي. انا حاول اوطي صوت صياحي في المونتاج يا اسطى، ما شفتش النيد انت جاي لي ازاي يا اسطى. ما انت لو شفت شفتها يا عم. يلا بينا يا عم. طب الحمد لله ده كان صايع بقى، كان هدفه قوي بالفعل بس هو كان عيان الصراحه. يا اسطى ده كلها لعيبه يا اسطى. ايه ده؟ ده تيم حمله، خلي بالك. طب بقول لك ايه، امسك لنا كده، امسك لنا مكان رايق جوه الزون، عشان مش هينفع نمشي اوبن كده. لو فضلنا نمشي اوبن وبتاع هنتجاب. يا عم ايه الصوت ده؟ عربيه جايه. يا اسطى اتشقلبوا هم، ها اتشقلبوا. تهدفهم يا اسطى. في ناس فوق. قوم. جبتهم. انا جبت العيال اللي عندي دي. تمام يا ابطال. هو اللي فوق ده معلم. هو تمام يا معلم. ثواني بقى هايل، انا اظبط حالي. اتحسب البادي؟ يعني ما بيبانش منه غير راسه، تحس البادي؟ متوزعين صح. ها؟ حد قدامي. ها انت جبت ولا هنا صح؟ جبته انا. فينش ماشي ماشي. ارجع السطح تاني، الكابلي كده معلم، خدها من تحت خالص، من تحت خالص، تحت خالص. من بيعمل لقطه. ماشي ماشي، هنقابل برضه اصلا، هنتقابل والله، بس اصبر لي. هيلعب ابويا جايه، الدس جايه. جت هنا، جت اهي. ارجع بس البيت، ارجع يا اسطى، ارجع البيت ده. هما دخلوا البيت ده. ماشي خلاص. بطل نايس واحد. انت ما ضربتش عليه يا اسطى؟ يا اسطى انا كان في ده شلون كلهم يا اسطى. انت ما ضربتش عليه يا اسطى؟ دول لعيبه، بقول لك ستريمرز، بقول لك لعيبه يا اسطى. يا اسطى تاني واحد ده شلت من عليه الطلق عشان افتكرته مات، وبضرب على اللي بعديه. ما ماتش والله، ما مات. عاش يا اسطى. وبس يا اخويا، كانت دي كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. والله يا جدعان افتكرته مات فشلت الام من عليه، ورش ما كانش بيضرب معايا. هو بصراحه بيسيب لي الكلات، بس ده ستريمر يعني المفروض تضرب عليه. بس كانت مواجهه حلوه يعني، وهم ابطال بصراحه. فبس زميلي كان معاك امسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.